اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. هو موسيقار وملحن أغاني بحريني، يعتبر اليوم من أهم الموسيقيين في الخليج والعالم العربي. تمكن بموهبته وبمساعدة عوده من أن يقدم ألحانا خالدة لكبار نجوم الخليج، غنى له عبد الله الرويشد وعباد الجوهر وعبد المجيد عبد الله ولطفي بوشناق، كما تميز بغنائه وتلحينه لقصيدة عيناك للشاعر نزار قباني. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة الموسيقار المبدع خالد الشيخ. ولد خالد الشيخ في البحرين في 23 من شهر أيلول سبتمبر من عام 1958. أحب الموسيقى منذ طفولته، وعندما أصبح شابا رغب في أن يكون فنانا صاحب بصمة خاصة، إلا أن والده عارض الفكرة تماما وقال بأنه يرفض أن يتحول حبه للغناء من هواية إلى مهنة. لكن معارضة والده للأمر لم تزده إلا إصرارا ورغبة في دخول عالم الفن، فاستنجد بعمته التي كانت خير داعم له في تلك الفترة، كما كانت مستعدة لدعمه في أي قرار يتخذه. لم يتمكن خالد من مقاومة شغفه بالموسيقى، وقرر أن يصقل موهبته وينمي مهاراته. لذلك سافر إلى القاهرة وسجل في المعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار. وعلى الرغم من غضب والده حيال تصرفاته، إلا أن عمته كانت ترسل له النقود كي يكمل دراسته ويتمسك بأحلامه. بعد عودته إلى البحرين عمل خالد الشيخ كموظف عادي في وزارة الإعلام البحرينية، وفي عام 1980 حظي بفرصة حقيقية لتلحين سهرة تلفزيونية بعنوان العطاء، وفعلا كانت تلك بداية انطلاقته في مجال التلحين والتوزيع الموسيقي. بعدها بعامين فتحت له أبواب الحظ حين التقى بيوسف الرفاعي الذي كان يمتلك شركة إنتاج، والذي ساعده كي يبدأ رحلته الفنية. احترف خالد الغناء وأصدر ألبومه الغنائي الأول عام 1983، واستمر بعد ذلك في إصدار الألبومات واحدا تلو الآخر، وكان منها ألبوم غزالي، رحلة الغجر، وجوه، كمانجا، وغيرها من الألبومات التي لاقت النجاح المطلوب. أهداه صديقه جاسم خيري أول عود في حياته، وبعد ذلك أصبح اقتناء الأعواد هواية بالنسبة له، ولكنه تخلص من ولعه بجمع الأعواد بعد فترة من الزمن. اشتهر خالد الشيخ في مجال التلحين، حيث لحن عددا من شارات المسلسلات والسهرات التلفزيونية، كما قام بتأليف الموسيقى التصويرية لعدة أعمال متلفزة أيضا. ولأنه أثبت جدارته في الألحان والغناء، فقد تم اختياره كحكم مساعد في برامج المواهب التي تعنى باكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي. في عام 2006 شارك نجمنا في العرض المسرحي أصوات قلبت العالم، حيث كان جزءا من بعض نجوم الوطن العربي المشاركين في العرض، وكان من بينهم نجوى كرم، جمال سليمان، كاظم الساهر، ولطفي بوشناق. تم اقتباس فكرة المسرحية من كتاب ألفته نصيرة حقوق الإنسان كيري كيندي.
لطالما كان خالد الشيخ مولعا بتلحين القصائد التي يكتبها كبار الشعراء، فلحن قصيدة رثاء لمالك بن الريب تحت عنوان لا تنسيا، وكانت هذه التجربة غريبة من نوعها في عالمنا العربي الذي لم يعتد على تناول هذا النوع من القصائد. وعلى الرغم من أن الأغنية لم تناسب الذوق العام لسوق الغناء، إلا أنها أرضت آذان المستمعين الذواقين في العالم العربي. وبالاعتماد على موهبته في التلحين، تمكن خالد الشيخ من تلحين وغناء عدة قصائد للشاعر محمود درويش، كان منها قصيدة عندما كنت صغيرا، وقصيدة أبيات غزل، لحن غجري، وقصيدة موال. نجح هذا المبدع في تحويل الأبيات الشعرية إلى ألحان غنائية تلامس القلب وتداعب المشاعر. في فرصة ذهبية له، قام خالد الشيخ بتلحين وتوزيع أوبريت عناقيد الضياء، وهو أوبريت مسرحي تناول قصة الإسلام وروى قصة حياة الرسول الكريم. شارك في هذا العمل أكثر من 200 ممثل ومغن من مختلف أنحاء العالم. كتب كلماته الشاعر السعودي عبد الرحمن عشماوي، ولحنه خالد الشيخ. أصيب نجمنا بإحباط شديد رافقه لسنوات عديدة وأبعده عن عالم الغناء والتلحين، حتى أنه أصبح لا يطيق الإمساك بعوده أبدا. كثرت الشائعات حول اعتزاله الفن، خاصة بعد انتشار صوره وهو مطلق للحيته، لكنه عقب على الموضوع قائلا أنه لم يعتزل، لكنه فقد شغفه وأحبط بما فيه الكفاية بسبب ما يسمى بالربيع العربي. فاندلاع الثورات في العديد من البلدان العربية والدمار الذي لحق بتلك البلدان أوصلاه إلى مرحلة متقدمة من اليأس والاستسلام، حتى أنه قال أنه يعتقد أن سوداوية الواقع العربي أصبحت أفضل من الغناء بالنسبة له. تزوج خالد الشيخ من سيدة لا تنتمي إلى الوسط الفني، ورزق منها بست بنات هن نور، لما، دارين، مروة، سماوة، وونس. وأغلب بناته يعملن اليوم في مجالي الإعلام والتمثيل، حيث يحاولن اتباع نهج الوالد، خاصة ابنته الجميلة نور التي تعمل اليوم كممثلة ومذيعة، وقد تزوجت مؤخرا من الإعلامي البحريني خالد الشاعر. لا يسعنا أن نذكر جميع الجوائز التي حصل عليها هذا الفنان العظيم حتى اليوم، فقد نال شهادة تقدير من مهرجان عيد الفن العراقي، ونال أيضا شهادة تكريم كضيف مهرجان الأغنية العربية في البحرين، وقد كرمه المهرجان البحريني الدولي للموسيقى، كما حصل على جائزة أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية لأغاني مسرحية أخبار المجنون. لقد كان خالد الشيخ كنزا حقيقيا أغنى تراث الأغنية الخليجية، كما خلد قصائد رسخ لحنها في أذهاننا بعد أن صب جل إبداعه فيها. وبما أن لكل امرئ من اسمه نصيب، فسيبقى خالد الشيخ أيقونة موسيقية خالدة في تاريخ الفن.